اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم حبايب الغالين؟ شخباركم؟ إن شاء الله رب الكل بصحة وسلامة. طبعا كلش كلش مشتاقة لكم وآسفة لأنسى اليوميا ما منزلكم كل وصفة. واليوم أكيد رجعنا بطريقة عمل هذا الجيمر اللي تشوفوا قدامكم الرهيب، طبعا طعمه، وهنا مسوينا لكم الكاهي وهذا العسل الطبيعي اللي يخبل. طبعا مثل ما قلت لكم اكيد احنا اول يوم العيد الاكثرية العالم تاكل الاكثرية الجيمر والكاهي، فناس اكو بالغربة يقولوا احنا ما اكل جيمر يمنا وشلون ملون. لا تحيرين، تقدرين تسويه بطريقة كل السهلة ويعطيك النتيجة المضبوطة 100%. يعني جيمر رهيب كلش كلش، وحتى هذا الكاهي اللي ما يعرف يسوي اكو عجينة يبيعوها، هي عجينة البافاستري، تقدرون تسوون بيها. بس من هسه شنو حبايبي، خلونا اللايك وتعالوا ويانا وشوفوا طريقة العمل. هنا عندي هاي الكريمة المخفوقة تشوفوها هذه، طبعا هنا الحليب ايش قد ما اريد، يعني ايش قد ما اختار الكمية مالته اختار قد الكريمة المخفوقة. طبعا هنا لازم الحليب يكون كلش دسم، يعني هنا انا استخدمت لتر حليب وراح استخدم لتر كريمة مخفوقة، يعني نفس كمية بالضبط حتى تعطيكم نتيجة مضبوطة. راح نفرغ الحليب وراح نشغل عليه النار، طبعا نار هادئة، وراح نفرغ كل الكريمة اللي عندنا اللي هي أربع كواب في ما بدي يشوفوها، كل واحد وزنه 250، يعني صار اللتر بلتر. هنا ايش راح نسوي؟ طبعا هو احنا خليه سخن على نار هذا بهذا الشكل، مثل اهل الجيمر ما يسوون، شيني كميه وتنزليها شيني، ليش حتى تصير عندك هاي الفقاعات وهم يصير عندك جيمر مضبوط. او يا اما تقدرين تسوين بالمطرقه اليدويه وحتى بالمطرقه الكهربائيه، المهم انا اريد حتى تصير عندك هذه البوزل فوق. طبعا النار هذا اخليه وبعدين ورا ما يفور راح اخليه بهذا التبسي، اي شيء عندكم، واذا تريدوها كلش كلش ثخينه لا عفوها بجدرها، بس انا لا ما اريدها، اريد اسويها بهذا التبسي. هنا بعد ما كملناه وخلينا النار هذا وصارت بها الطبقه وخليناه يبرد تماما، برد عندنا كلش يعني برد، راح نخليه ندخله للبراد. هذا شوفون هسه تولي قدام، شوفوا الطبقه شلون صارت شكلها كلش طبعا روعة ويعطيكم نتيجة مضبوطة 100%. أكيد دخل إحنا البراد وهاي خليناه 24 ساعة ضبط، 24 ساعة، يعني حاولي تخليه تسوي الصبح حتى ثاني يوم الصبح يكون جاهز يعني للفطور. وهاي قدامكم شوفوا شلون صار شكله، طبعا كلش فخيم، وقلت لكم إذا تريدوه شوية أثخن عادي تقدرون نفس الجدر تعوفوه، بس هنا أنا هسه مطاني نتيجة كلش كلش روعة. بالبداية شو بفشتوني الحافات داير مداير اسويه بالسكين، وهنا شو ما تريدون تقصوه شو ما تريدون تسووه، هاي بعد ان شاء الله اختيارية، بس انا حبيت اسويها رولات. وشوفوا هاي قدامكم، طبعا يعني جيمر رهيب، يعني هنا عائلتي تعجبوا عليه قالوا ماكو اي فرق عن الجيمر اللي مالتنا العراقي اللي يبيعوه، يعني طعمه كلش كلش طيب وطريقته سهلة والمواد مالته متوفرة بكل مكان. هذه طبعا احنا اكيد بالعراق يعني موجود ومتوفر، بس هنا تقدريها مسويه يطلع لك اصرف وهم انظف لان انت مسويته بايدك. وان شاء الله همين انزلكم طريقة ثانية عندي هم ان شاء الله عن قريب حتى اللي تعجبكم والاسهل لكم تسووها، ولو هي هذه هم من كلش سهلة والنتيجة اعطتنيها روعة كلش. وهاي الكمية اللي شوفوها قدامكم ما شاء الله، طبعا طبعا اللي شوفوها سبكن بالفيديو ما واضح زين، بس كلش فخين وطبقة كلش فخينة. هسه شنو احنا لا يعني هذا الحليب هم راح نسوي له شغلة ثانية، شوفوا هذا قدامكم الجيمر الرهيب، طبعا روعة وطعمه كلش كلش طيب. تريدين ويا الكاهي، تريدين ويا الجيمر، العفو ويا الجيمر ويا المربى ويا العسل بكيفك. هسه شوفوا هذا الحليب البقى راح اديره بجدر كلش كلش صغير، وراح ارجعه هم للطباخ وراح اطلع هم جيمر منه، بس خلينا شويه حليب على هذه الجيمر مالتنا
وبعضها أسست عملت المطرقة اليدوية حتى صار عندي فد فوق فد بوزة قوية بهذا الشكل سرعة بالخفق حتى صار عندك فد طبقة كلش حلوة لي فوق. هم خلينا على النار هاد كلش هسه بقى حتى مفار عندي أنا نصيته كلش وحمين نفس الحالة. وهسه شوفوا بعد هنا بعد ما برد أكيد راح ندخله إحنا للبراد وهم نخليه 24 ساعة. وهسه هنا طبعا ورا ما برد وهم راح دائما دائما نسوي بسكينة وراح نطلعه وهم شوفوا كمية القمرة طلع منه. بس أنا اللي هنا قلت لهم كافي بعد لأن مثل ما يقولون حلبنا الحليب حلب ما خلينا به أي منى بعد. بس طعم الحليب رهيب يعني فعلا مثل الحليب اللي يحطوه على القمر. وهذا اللي طلع من عنده مرة ثانية. عندي هاي العجينة الباف باستري طبعا اللي ما يعرف يسوي الكاهي اللي يحير بالكاهي هم هذا هنا هم الباف باستري كلش كلش سهل. هنا التقطيع كيفكم تدرون بيه التقطيع انا يعني كلش رهيبة. شوفوها واحدة صغيرة واحدة كبيرة عادي مشوها. هنا انا عندي هذا الدهن طبعا دهن سويت راح ادهن الوجه مالتها. والفرن اكيد لازم مشتغل وعلى درجة حرارة 200 خليته وراح اخليها بالوسط. هنا العجينة لازم تكون باردة اول ما تطلعيها من البراد تسويها مو تخليها برا وبعدين تسويها لان تصير عندك تلزق وحتى ما تنشف زين لازم هي باردة لان هي هاي نوعية العجينة لازم تكون بالبراد. دهنا هسه هنا هذا الوجه وعندي هاي اللوخ راح اسويها غير شكل. هنا راح اسويها يعني طبقتين حتى اللي يريد يحشيها من الوسط. هنا شوي من سويتها على الكاونتر تقطيعها صار شوية احسن بس عادي انتو تدوم بيها بالتقطيع يعني رهيبة. واحدة كبيرة واحدة صغيرة شوفون هذه المثلثة تريدون تشوفوها على هذا الشكل وتحشون بعدين بطنها او يا اما تتحيها لا او تخلين واحدة طبقة ثانية فوقها. يعني بعد ما تشوفين وتكملين تقدرين تحشيها جيمر وتقدميها بالفطور او تريدين تخليها على هذا الشكل. انا هسه هنا مسوي طبقتين نفس الحالة لان حتى بعد ما اكملهن احشيها من النص. وهذه صينيتنا الاولى اللي خليناها شوفوا شلون شكله رهيب. طبعا لازم تتابعون شوية الفرن لا تخلوه كلش هواي يصير لونه على سواد لان حتى شكله يصير ما حلو. مجرد بس شوية عندكم ينفش ويعطي لون هذا اللي تشوفوه الحلو قدامكم كافي. وهذه صينيتنا الثانية طبعا هذا بصراحة احنا ثاني يوم سويناه لان احنا الجيمر صار خير من الله رغم انه شفتوها اربع رولات بس يعني انفخينا فبصراحة يومين تريقنا بيها. فهذه سويتها هيجي حتى الوسط نحط به جيمر وناكل. وهذا جيمرنا الرهيب يعني انتو بعد الشكل قدامكم انتو قرروا مو يقولون المنظر يحكي هاي انتو شوفوا شونه. وطبعا انا متأكدة راح تسووه تجربوه وتندعوا لي وترحمون الوالدتي. بصراحة أنا ما أقول لكم هذا الكلام إلا إذا ما متأكدة أنا من الوصفة مالتي. وتريدون ويا العسل طبعا إحنا العسل عندنا كل طبيعي وحتى سعرها يعني هنا مناسب تدون هنا عندهم زراعة كلش هواي. وتريدون أو ويا المربى يعني هذا شغلات اختيارية بس هو طعم الجيمر رهيب. أنا تدون بصراحة ما أكلت أي حلاوية حبيت أكلة واحدة ويا صمون او خبز لان حتى استلد بطعم الجيمر العراقي. وهذا كاهينا شوفوا شكله ولونه الحلو اتمنى نال اعجابكم. هذا الجيمرنا شلون جيمر يلا شو تريدون حتى جيمر صرت يعني سويت لكم اياه حتى بالاخص احنا قدناكم ببلاد البرة او بالغرب. لا تحيرون شغلته سهلة وطريقة والكريمة المخفوقة موجودة بكل الماركتات ماكو ماركت ما يبيعها. والحليب الدسم هم عندنا موجود بكل الماركتات وطريقته سهلة وبسيطة وما يحتاج لها أي شيء. فأتمنى أنه تجربوه وتعطوني رأيكم وهم يا ريت اللي جربها يرسل لي صورة مالته على الانستماتي انستماتي أكيد هم أذكركم نفس اسم قناتي. وهذا كان طريقة الجيمر والكاهي لان انا نزلته اول يوم العيد وبصراحة هواي كتبوا لي اريد طريقة الجيمر والكاهي ما تشكله طبعا شكله كلش حلو. فهاي طريقته سهلة وبسيطة واتمنى نالت اعجابكم. هذا الفيديو مالتنا اتمنى نال اعجابكم اتمنى
عجبتكم الطريقة، وهم إن شاء الله تجربوها وتعطوني رأيكم، واللي يجربها مثل ما قلت لكم متعجبة يترحم الوالدتي. لهنا انتهى الفيديو مالتنا، أتمنى نال إعجابكم، ولا تنسونا باللايك ولا تعليقكم الحلو، وأكيد راح نقولكم حبايب في أمان الله.